ألا ترى أن اللائحة التي تحدد عمل المجلس في حاجة إلى تغيير؟ أنا شايف مطالب كتير حول هذا الاتجاه. طبعا في النقطة هي لازم هتتغير، ده شيء أساسي. يعني احنا بنعد مشروعا تعديل اللائحة حقيقة، في يعني مش هقول يعني لا، هو حقيقة يعني هو ما فيهوش اختلافات كثيرة عن اللائحة الحالية، لأن هناك مواد كثيرة منظمة هي احنا شاهدناها ما فيهاش أي مشكلة. لكن خلينا الأول التعديل ما اتفقنا عليه في مجلس الشيوخ وما طلبنا فيه في مجلس الشيوخ، وهو إلزام السادة أعضاء مجلس النواب إلى الضرائب، وده بالفعل يعني هذه النقطة الأولى، أو نقدر نقول كده عنوان. طب احنا ما عملناش مشروع قانون، يعني الشيوخ اشترى عليها بس النواب بس. الشيوخ بالفعل تم تطبيقه، لأنه كانت اللائحة بدايتها وبداية تطبيقها. احنا بالفعل خلاص بنتقدم بالمشروع، يعني ممكن يتم مناقشته خلال شهر رمضان القادم بإذن الله رب العالمين. في نقطة أخرى برضو من تنظيم قوانين الإحالة ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لأن اللائحة لم تكن فيها مجلس الشيوخ في لائحة مجلس النواب القديمة. تنظيم فكرة قوانين الإحالة، فكرة إدارة عمل اللجان، أظن سيكون هناك الكثير برضو من الأفكار في كيفية تعديل إدارة عمل اللجان النوعية مع إعطاء بعض الصلاحيات وتنظيم بعض الصلاحيات وإلى غير ذلك. فأعتقد أن التعديل حيرفع أو يستطيع أن يطور كمان من قدرة مجلس النواب الأفضل، وقريبا جدا سترى تعديلا يليق بمجلس النواب المصري مقدما من حزب المستقبل الوطني. حوالي 80% يمكن من النواب جدد، وفي سمات محددة، المرأة 167 سيدة، عندنا شباب لأول مرة يبقى في أكثر من 70 شاب تحت 35 سنة. بعض الناس بيقولوا الله، هم رجال الدولة فين؟ يعني ده شباب، ده كلام بيتقال، يعني ده شباب أوكي ياخد دوره، ولكن المجلس كان دايما أيضا الخبرات بتبقى موجودة. هل تعتقد أن الخبرات ما بقتش موجودة في المجلس؟ العكس، يعني احنا لو حسبنا بداية سن الترشيح مثلا 25 سنة، نعم، نفترض يعني لو احنا جبنا أعمار السادة النواب موجودة جوه المجلس وبصينا على كل سن، هنلاقي فيه مجموعة من السادة النواب في 26 في 27 في 28. فأنت بتناقش كل على فكرة فئات المجتمع. فكرة الخبرات، هناك الكثير جدا من الخبرات الموجودة داخل مجلس النواب، بالإضافة أن هناك نقطة تختلف وأنه وجود مجلس شيوخ. هذه النقطة التي كانت مفتقدة طبعا في مجلس النواب الماضي. الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، دائما أحب أعطي مثالا للتبسيط، الفرق ما بين أستاذ الهندسة ومهندس الموقع. تمام، أستاذ الهندسة وهو رجل، هو الاثنين حاصلين على درجة الهندسة، لكن أستاذ الهندسة رجل يستطيع أن يعطي خبرات أكاديمية ونظرية ومهمة جدا لكي يستطيع أن يستفيد منها مهندس الموقع. مهندس الموقع هو الذي يغير طبقا لطبيعة الأرض، فهو أقرب إلى الأرض أو أقرب إلى الموقع. كان المجلس اللي فات مطلوب أن يقوم منه بدورين، أن يقوم بتقديم الخبرات الأكاديمية والنظرية وكل ذلك، ثم الخبرة الشعبية يقوم من خلالها بعد ذلك بتسويق القانون والاستماع للمواطنين والاستماع إلى تعديلاتهم ولغير ذلك. النهاردة خلاص تم توزيع الأدوار بشكل كامل، هناك مجلس شيوخ وضع له سن يضمن أنه لا يحوي فيه إلا مجموعة من الخبرات والأكاديميين والقيادات، ونستطيع أن نقول أن ما فيش تخصص مش موجود في مجلس الشيوخ على اختلاف التخصصات الموجودة، بالإضافة أنه كمان شرط بدرجة علمية معينة مش مشروط بها في مجلس النواب، فضمن أن يكون هذا المجلس مجلسا متخصصا. والحمد لله لدينا قامات نقدر نقول كده، يعني قامات علمية لا يستطيع أحد أن يباريها في المنطقة حتى، موجودة في مجلس الشيوخ، وكلنا نجلها ونحترمها ونقدرها. وهناك لدينا مجلس النواب، هنا بقى فكرة مهندس الموقع اللي أنا جاءت فيها للمثال، أن مجلس النواب بد أن يراعي في تشكيلة المرأة المصرية، فأخذت حقها. وأعتقد أن ما أعطته القيادة السياسية وإسعاد فتاح السيسي للمرأة في هذه الفترة من مكتسبات لم تحصل عليها، ولم تكن تتمنى أو يعني لم تكن تحلم أن تحصل عليها حتى لمدة سنين. فكرة أن يكون هناك 25% للمرأة داخل مجلس النواب، هذه النسبة استطاعت أن تمثل المرأة تمثيلا مناسبا بشكل كامل. وأعتقد كمان أن هذه النسبة قد زادت، يعني نتيجة لبعض الظروف زادت هذه النسبة بشكل كامل. وأعتقد أن أقول الحمد لله أن هذه التجربة قد نجحت بشكل كامل، لأن حقيقة أن المرأة الموجودة حاليا داخل مجلس النواب على اختلاف مقاعدها استطاعت أن هي تضيف للمجلس، وأنا شايف جوه القاعة ما تقوم به دور المرأة، وكانت أراءهم بناءة، وهناك كثير جدا من الكوادر النسائية داخل القاعة اللي كلنا حتى بنستمع ليها وبستفيد بها بشكل كامل أو بستفيد بآرائها بشكل كامل. هناك تمثيل حقيقي للشباب، هناك تمثيل حقيقي للقيادات الطبيعية وللفئات العمال والفلاحين ولا غير ذلك. طالما مثلت كل هذه الفئات
يبقى انا محتاج ان انا اخاطب المجتمع بكل فئات. طالما مثلت هذه الفئات استطعت ان اوفر الراي من خلال مجلس الشيوخ وهو الراي الذي يحتاج اليه اهل الخبره في التخصص، استطعت ان اسمع كافه فئات الناس من خلال مجلس النواب، اكتمل لدي منتج يليق بتاريخ التشريع المصري من خلال تعامل المجلسين. ويمكن ده اكبر رد وابلغ رد على اللي كان بيقللوا من اهميه مجلس الشيوخ وقت ان اضيف في الدستور. اليوم لدينا مجلس شيوخ، يعني من استمع إلى مناقشاته أو من يتابع مناقشاته يعلم كم كنا متأخرين عندما لغينا في وجود مجلس الشورى. وجوده النهاردة أعطانا حتى إحنا كمجلس نواب درعا حصينا إن إحنا ما نغلطش في غلطات أكاديمية أو غلطات علمية أو غلطات تخصصية، لأن هناك مواضيع متباينة في الاختلاف. يعني أنا راجل مهندس أحتاج أن من يساعدني في قانون تغليظ العقوبات على ختان الناس، أحتاج من يساعدني في قانون الري، هناك نقاط تخصصية حتى أنا ما درستهاش، هناك قانون يعرفها الفلاح أفضل مما يعرفها المهندس. في حاجات كثيرة جدا كنا نحتاج فيها للمساعدة، الحمد لله استطعنا أن احنا نوفرها من مجلس الشيوخ بشكل كامل يعني.